انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. نعم. وله عن عقبة بن عامر المرفوع رضي الله عنه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من تعلق، ما قال علق، لماذا؟ لأنه الآن يعلق التميمة وتعلق قلبه بها، أحيانا يخلعها إذا أراد أكرمكم الله الدخول للحمى وينساها ويمشي في الطريق، يقول نسيت، ممكن يصيبني شيء، يدخل فيها. سبحان الله، طب أنت الآن في ليلة لو قرأت آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ ولا أقربك شيطان حتى تصبح، لا لسنا بحاجة لا إلى التمام ولا غيرها. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء. وش تريد بالتمام؟ تريد بهذه الأشياء. نعم. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق الجزاء من جنس العمل. لا أتم الله له، لأنه يزال في قلق، دائما في قلق. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أصداف تأخذ من البحر فلا ترك الله له. نعم. أمره لا يزال في قلق، نسرعه في السلام. نعم. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. أكبر إذا اعتقد تأثير بذاته، أصغر إذا اعتقد أنها سبب. نعم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. من الحمى، يضع خيوط ويقول هذه تذهب درجة الحرارة، فقطع الخيط. نعم. وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني هم يستدلوا بالآية النازلة في الأكبر أنها تعم الأصغر، قطع وتلا عليه الحديث الآية. نعم. الدليل المهم: قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمام. لم يقل من الشرك الرقى والتمام، لأن عندنا الرقية تنقسم إلى قسمين: شرعية وشركية. الرقية الشرعية لابد فيها من شروط ثلاثة: أن تكون من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته: يا حي يا قيوم اكشف ما نزل به، أو بأخي دعاء. الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع باللغة العربية. لا يوجد عندنا رقية باللغة الهندية، باللغة الإنجليزية، باللغة الأردية. الثالث أن يعتقد أنها سبب. كبار العلماء عندنا يشتغلوا بالرقية؟ لا. مريض اقرأ على نفسك. هذا فتوى الشيخ بن باز رحمه الله، يقول اقرأ على نفسك، أنت تحفظ الفاتحة؟ في أحد لا يحفظ الفاتحة مسلم؟ يحفظ فاتحة، فاتحة رقية خلاص. وجعلوا يعلق الخلق بمن؟ بالخالق. ولو فتحنا باب الرقية اليوم ما انتهت. نعم. الثاني التمائم. التمائم كلها من الشرك إلا إذا كانت من القرآن فهي محرمة لدخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من رقى التمام، وكراهية السلف، الكراهية عند السلف تحريم، وفتح باب شرع للناس وامتهان للقرآن، قد يدخل بالتميمة للحمام أكرمكم الله ويصيب شيء من بول الغلام. نعم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل. لا يلزم أن نعرف هذا السفر، والحكم هذا ليس مختص أصلا بالسفر، في السفر أو في الحضر شيء واحد، صيام. نعم. ألا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. إذا لابد لحين رب المنزل لابد أن يصنع هذا. هذا الأخ عنده ما شاء الله تريلات يأجرها ويشتغل فيها، لابد يراقب العمال هذول يقطعوا هذا. شوف أنتم خرق سوداء، أنت لا تظن وضعها هكذا والخرق البالية، لا، من أجل العين. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى التي يعني اختل فيها شرط من الشروط الثلاثة، والتمائم طبعا من غير القرآن. نعم. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. إذا لماذا تعلق هذه الأشياء؟ توكل على الله. نعم. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا قلنا الراجح. نعم.
والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. من العين والحمى وغير هذا كما ذكرنا في شرح الحديث، لكن أنفع شيء في العين والحمى. نعم. والتولى شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. نعم، خاتم الدبل الآن إذا وضع الخاتم هنا الزوجة تقول يحبني، وقالوا أنه في عرق أو ما أدري، المهم شيء متعلق بالقلب هنا في الأصبع هذا، وإذا وضع قال خلاص فسخت الخطبة. المهم أشياء يذكرها منها هذا الخاتم، ما علاقة الخاتم الآن بالحياة الزوجية؟ نعم. وهم في الحقيقة هذا مما جاءنا من الكفار، بعد أن يعتقد عقيدة التثليث يثبت هذه العقيدة بهذا الخاتم، لأنه أين يضع هذا الخاتم الدبلة؟ في الكنيسة. من أين جاءتنا خاتم الدبلة؟ لو تسأل كبار السن يقول ما كنا نعرف خاتم الدبلة أصلا. صحيح الآن بدأ خاتم الدبلة وتقول يحبني ولازم في الداخل، أنت ما تعرف، يكتب اسم الاسم وقلب المهم والتاريخ الزواج نعم، باقي إذا خلع يكتب تاريخ الطلاق. نعم. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس. الحياة ستطول بك، إيش تصنع؟ إيش تصنع إذا الحياة تطول بك؟ ماذا تصنع؟ قال: فأخبر الناس. ماذا؟ علمهم التوحيد وحذرهم من الشرك. إذا طالت بك الحياة اعمل أعمال صالحة، من طال عمره وحسن عمله. نعم. يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته، عقد لحيته، إما يعقد اللحية من باب التكالة، بعض الناس يسوي لك كذا، صحيح؟ أن ما شاء الله أنا شيخ وأنت لست بشيخ مثلا، طيب عقد لحية، أو هو يعقد اللحية من باب دفع العين حتى لا أحد يصيبه بعين، لحيته طويلة ما شاء الله، فهو يعقدها حتى لا يصاب بالعين، وعقد اللحية لم يجعل الله سبحانه وتعالى سببا لدفع العين. نعم. أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، تقلد وترا، هذا هو يأخذ أعضاء من الحيوانات ويعلقها على الأولاد، على الدواب، على السيارات، على كذا. نعم. أو استنجى برجيع دابة، استنجى برجيع، لأن الآن رجيع دواب الإنس طعام لدواب الجن. نعم. فإن محمدا عليه الصلاة والسلام بريء منه، والبراءة منه تقتضي أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعذل رقبة. رواه وكيع. لماذا؟ الآن إذا تقطع تميمة من إنسان طبعا بالتي أحسن، أنت أعتقت هذا من عبودية من؟ عبودية الشيطان. وهذا يكون عبد، كلنا عبيد لله، عندما تعتق اعتقته من عبودية إنسان، عبودية الإنسان ليس فيها شرك صح، لكن عبودية الشيطان شرك. فقال: إذا تقطع تميمة من إنسان أعلى من عتق رقبة. الحمد لله، ممكن هذا يقول اليوم ما في عندنا رق الآن، ونستطيع بماذا؟ تحذير الناس من الشرك وتعليم الناس التوحيد. نعم. تعتق رقابه من النار. نعم. وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التبرك. إبراهيم هذا النخعي من أصحاب ابن مسعود، يحكي نفس الكلام متقدم رضي الله عنه. كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم. والكراهة عند السلف هي التحريم. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. هذا مشكلة عندنا، التبرك، التمسح، اتبرك بالأشخاص، بالأحجار، بالكعبة، بالحجر الأسود، بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بتربة البقيع، تربة أحد، تربة المدينة. التبرك ينقسم إلى قسمين: مشروع وممنوع. المشروع إما بأمر شرعي أو بأمر حسي. هذا الأخ يقول: أنا لا أصلي الفرائض إلا في المسجد. لماذا؟ قال: لأنه هذا واجب، والصلاة في المسجد مع الجماعة 27 درجة، وأحرص إذا ذهبت للمدينة لا أصلي إلا في المسجد النبوي، وإذا نزلت المدينة بعد أنزل في المدينة أتطهر في بيتي ثم أتي مسجد قباء وصلي في ركعتين. لماذا؟ قال: هذا بركة، أجر عمرة.
وأصلي في المسجد الحرام، وأرض مكة أرض مباركة، والمدينة أرض مباركة، وأرض فلسطين أرض مباركة، صحيح؟ ذرية إبراهيم ذرية مباركة، زمزم ماء مباركة، صح؟ تمام. تبرك بأمر شرعي أو تبرك بأمر محسوس. كتب الأئمة الآن انتفع الله سبحانه، نفع الله سبحانه وتعالى بكتب هؤلاء الأئمة، صح؟ هذا تبرك محسوس ملموس، تمام. إذا لم يثبت فيه شيء لا شرعا ولا حسا ينتقل من مشروع إلى ممنوع، شرك أصغر. يتمسح بماذا؟ بركاتك سيدنا الشيخ، يتمسح. شوف كثير من الناس اليوم يأخذ الملابس يمسحوها في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي الكعبة، صح؟ أي نعم. ويقطع حتى يعني لباس الكعبة، صحيح؟ لا تنفع ولا تضر. عمر رضي الله عنه يقول والله إني لأعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، قبل حجر. لماذا أقبل؟ اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البركة هنا في الاتباع. أما تعتقد يضر أنفع، شرك، نسأل العافية والسلامة. نعم. بركاتك سيدنا الشيخ، ما في بركاتك سيدنا الشيخ. نعم. زارتنا البركة أيضا، لا لا تقول زارتنا البركة. البركة من من؟ من الله، مفهوم؟ ولهذا بعض الناس اشتري أرض، الشيخ اشترى أرض، أول ما يشتري الأرض يفكر في إيش؟ أنه ترتفع الأسعار، صح؟ حتى يصير سعر الأرض 20 مليون ولا مليار، وماذا؟ طب بعدها هو لا يستطيع يشتري أرض ثانية، ارتفعت الأسعار، صح؟ وإحنا ندعو بماذا؟ اللهم نعوذ بك من الغلاء، صح؟ ليش؟ عندما تشتري أرض تتمنى ارتفاع الأسعار، تضر بنفسك وبالآخرين. إيش تقول عندما تشتري أرض؟ تدعو الله أن يبارك لك فيها. اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم أضحية، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه درهم أو دينار واحد، ذهب واشترى وأرجع للنبي صلى الله عليه وسلم الشاة والدرهم أو الدينار. المفروض يعطي النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يأخذ الأضحية ويعطيه إيش؟ الدينار أو الدرهم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الشاة وأخذ الدرهم أو الدينار، وماذا صنع؟ دعا له بالبركة. الله أكبر. لو أخذ الدرهم الدينار كان انتهى. قالوا لو باع ترابا لربح، صحيح؟ ذرية أنس رضي الله عنه ذرية مباركة، بارك الله له في عمره في ذريته. البركة إذا تطلب من من؟ من الله، مفهوم؟ أي نعم. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى الآيات. أخبروني ما شأن هذه الأصنام وهذه المعبودات التي تعبد من دون الله ويذبح عندها وتطلب منها البركة؟ اللات رجل صالح كان يلد يفت السويق، تمر مع شيء من الدقيقة والسمن أو من الإلحاد في أسماء الله. سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، ومناة من اسم الله المناة، أو مناة لكثرة ما يمنى ويراق عندها من الدماء. قال أخبروني ما شأن هذه الأصنام التي تعظمون وتذبحون لا تزعمون لها بركة؟ لها بركة؟ لا والله. نعم. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حنين وادي بين مكة والطائف، حدثت فيه معركة حنين المعروفة. نعم. ونحن حدثاء عهد بكفر. هذا مقدمة فيها اعتذار، قال حدثاء عهد بكفر، هذا الذي حصل لقرب الدخول في الإسلام، لم نعرف هذا. نعم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويلوطون بها أسلحتهم، يعلقون الأسلحة بهذه الشجرة، يعتقد أن الأسلحة إذا علقت بهذه الشجرة تعطيهم قوة للسلاح وينتصروا في الحروب. إلى اليوم، إلى اليوم في كثير من البلدان أشجار تجد عليها خرق وأشياء تعلق، صح؟ وأقفال قفل، تحصل قفل موجود في الشجرة وعلى على سور المقابر، صحيح؟ وعيد الميلاد يعطيه مفتاح يعطيه قفل، والله صدق. هدية عيد الميلاد عندهم، عندهم ليس عندنا بفضل الله، يعطيه في عيد الميلاد إيش؟ قفل ومفتاح، ويروح يقفل القفل وين؟ عند القبر،
طب أنت تبغى يحل العقدة ولا تعقد العقدة؟ هذه مشكلة أيضا. يروح يعقد العقدة عند القبر، هي معقدة أصلا، تعقدها زيادة عند القبر. أنا والله كنت في كوريا قريبا الآن، وش عندهم شجرة، الشجرة واضعين عندها هذه الخرق وقلم، تكتب وتعقد، تكتب وتعقد عند الشجرة. قلت هذا من الجاهلية إلى يومنا هذا، سبحان الله. نعم ها، مسلمين اللي بسووا، لا كفار، مسلمين يوجد في بعض الدول الإسلامية، والله أنا رأيت هذا بعيني، حتى الشجرة تكاد تسقط من كثرة ما يعقد عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال لها دائرة، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم والله، يحج في بعض الدول الإسلامية إلى بعض القبور والله أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام، والله الذي لا إله إلا هو، نسرع في السلام. نعم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة، ذات أنواط ذات تعليق، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله، الصحابة رضي الله عليهم أرادوا إغاظة الكفار وعلموا أن العبادة مبناها على الإذن، استأذنوا لم يفعلوا، إذا لم يحدث من الصحابة رضي الله عليهم لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، حتى الذين طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام لم يحدث منهم شيء لأنهم استأذنوا، والنبي صلى الله عليه وسلم غلظ عليهم، وفيه استعمال الغلظة في موضعها، وأن الذي يغلظ عليك أحيانا في الكلام هذا محب لك صادق ناصح، فاللي ينصحك ومحب لك تقبل منه أنه يشد عليك أحيانا، صح؟ ولهذا عندنا يقولوا من حبك دبك، من حبك دبك، مفهوم؟ اي نعم. أما اللي ما يحبك يقول يا عمي ما عندك مشكلة وانت في خير، ولا تصلي ولا تصوم ولا تحج، وسب الرب وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندك أي مشكلة، تدخل الجنة من الأبواب الثمانية والله. نعم، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر. التكبير عند التعجب، الله أكبر، إنها السنن. نعم، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقال إنكم قوم تجهلون. نعم، وتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. سنن أو سنن يصح. نعم، إذن الصحابة رضي الله عليهم لم يحدث منهم شيء، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. الذي يطعن في الصحابة رضي الله عليهم فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة، طعنهم في الله لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنه، وطعنوا في دين الله، نقلوا لنا الدين، إذا طعننا فيهم معنى هذا نقل لنا الدين من أناس ليسوا بثقات. الثالث طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن المرء على دين خليله، والثالث والرابع طعنوا في الصحابة، وهذا واضح، لا نتكلم عن الصحابة بشيء. نعم، قال رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح لغير الله، يوجد عندنا ذبح جائز، هذا يذبح شاة لحم أو تجارة أو أكرم ضيف، جزار يبيع اللحوم يصح، جاء ضيف وذبح له لا إشكال. نعم، وعندنا ذبح لغير الله محبة وتعظيما، هذا حكمه شرك أكبر، يذبح للجن لأصحاب القبور. نعم، قال رحمه الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية.